مثل ما تعرفون تنزيل الوزن يعتمد على السعرات الحرارية اللي تاكلوها والسعرات الحرارية اللي تحرقوها خلال يوم. فإذا السعرات الحرارية اللي تاكلها هتكون أكثر من المحروقة خلال يوم راح يصعد وزنك، وإذا السعرات الحرارية تاكلها أقل من السعرات الحرارية المحروقة خلال يوم راح ينزل وزنك. شلون الجسم يقدر يحرق سعرات حرارية؟ عندك من التمارين الرياضية ومن الميتابوليزم التمثيل الغذائي وهو البيزل ميتابوليك ريت. جسمك خلال يوم حتى لو أنت تكون نايم راح يحرق سعرات حرارية، هذا راح يعتمد على جينات الشخص، نسبة الدهون، الكتلة العضلية وأيضا غير عوامل. فاليوم بالفيديو راح أقول لكم بعض الأكلات إذا تتجنبوها راح تساعد على تنزيل الوزن، لأنه هاي الأكلات ما نحس بيها إحنا لما ناكلها وتجمع سعرات حرارية عالية. أولا المشروبات الغازية. تعرفون هنا بأمريكا تقريبا معدلا الشخص الواحد يشرب 250 سعرة حرارية من المشروبات الغازية باليوم، يعني بالأسبوع دي يطلع تقريبا 1800 سعرة حرارية. إذا الواحد يريد يحرق 1800 سعرة حرارية لازم يمشي أو يهرول تقريبا 15 إلى 20 كيلو متر. المشكلة بالمشروبات الغازية إنه ما تشبعك، ما تحس بيها. إذا أنت قاعد تاكل عشاء أو قاعد تتغدى والمشروب الغازي يمك راح يكون مثلا كوكا كولا، راح تشرب ما تحس بيه، راح تشرب راح تخلص القوطية على تقريبا 160 سعرة إذا كلت واحدة، شربت واحدة بالغدا وواحدة بالعشاء وما راح يشبعك. فهاي المشروبات تصير on top الأكلات اللي تاكلوها خلال يوم. فأنصح إذا أنت مدمن مشروبات غازية أنصحك أنه شوية تتحول إلى جانب الدايت وشوية شوية تخفف من هاي المشروبات. ممكن تقدر تشرب شاي البارد، شاي الساخن، بس مو تحلي بالسكر لأن هذا هم راح يصعد السعرات الحرارية. احنا نريد نتخلص من هاي السعرات الزايدة. تقدر تحلي بالمحليات مثل الستيفيا، دراسات توضح أنه ما تأثر على الجسم ومفيدة ما بها أي أضرار. ثانيا البيرة والكحول بصورة عامة. بصورة عامة إذا الواحد يشرب بيرة راح يسوي له قعدة، راح يكون مقبلات وفستق وما أعرف شنو. فلما راح يشرب البيرة ما راح يشرب البيرة بحدها، راح يشربها ويا هواية أكلات. ولما الواحد هم يشرب كحول، الكحول مرات يفتح الشهية فراح تقوم تاكل أكثر ويقوم يعجبك تاكل شغلات بهواية سعرات حرارية. وأيضا كل هذا الكحول اللي يدخل بجسمك معظم الأحيان راح يتحول إلى دهون وراح يبقى الدهون هنا حول الكبد. ثالثا الكرواسونت والكوكيز. هذول السناكس اللي تاكلهم الكرواسونت وكوكي مرات حجمهم صغير بس بيها هواية سعرات حرارية، والمشكلة بيهم انه بس تاكل وحدة راح تفتح شهيتك. ما في يوم يعني تقدر تاكل بس كوكي وحدة، راح تجر الوحدة ثانية ثالثة فراح تفتح الشهية مالك. فراح تشوف هاي السناك خلال دقيقتين ثلاثة انت اكلت تقريبا 500 سعرة حرارية وانت ما حاس على نفسك. والمشكلة انه وين؟ ما راح تشبعك، بحيث بعد ساعتين ثلاثة راح تاكل الوجبة مالك وإذا هي غدا أو عشاء. إذا تريد فتشي حلو ممكن تحول شوية على الفواكه. إذا تاكل حتى إذا تاكل لك رقياية أو بطيخاية كاملة ممكن راح تكون سعرات الحرارية تقريبا مشابهة إلى فد 2-3 كرواسون، تعتمد على الحجم يعني من هذول الكبار. بس الرقياية أو البطيخاية الكاملة راح تشبعك هواية، ما راح تقدر تاكلها كاملة. رابعا الطبخ بالدهن. عندك الدهون الزيت زيتون مفيد للجسم، كلش مفيد للجسم، بس المشكلة وين؟ انه ملعقة واحدة من زيت الزيتون تقريبا 120 سعرة حرارية. فاذا راح تطبخ بزيت الزيتون او مثلا تحط لك ملعقة 2-3 من زيت الزيتون على السلطة مالك تسوي لك وجبة صحية سلطة وزيت زيتون، هاي 3 معالق راح تكون تقريبا 350 سعرة حرارية، وهذه السعرات الحرارية راح تكون بالإضافة إلى السعرات الحرارية اللي تأكلها من الغداء أو العشاء. فحاول أن تستعمل السبريات، بس همنا لما تستعمل السبريات مو تقعد تسوي سبراي لمدة 3-4 ثواني، لأن نفس الشيء هاي السبراي يقول لك صفر سعرة حرارية، بس صفر سعرة حرارية جزء من الثانية بس بخة واحدة. ها هي هذه راح تكون صفر سعرة حرارية، مو تقعد تبخ لأنه راح تصير سعرات حرارية بي. خامسا شوف البطاطا مفيدة للجسم والبطاطا الشبع، بس البطاطا المقلية بشكل الفرنش فرايز راح تكون بيها هواية دهون لأنه راح تمتص مثل الاسفنجة، راح تمتص دهون هواية لما تجي تأكلها بيها هواية دهون، بحيث تشتري لك هاي البطاطا الكبيرة من ماكدونالدز تقريبا 500 سعرة حرارية وبيها هواية ملح راح تفتح شهيتك بس راح تأكلها. إذا تحب بطاطا مقلية أنا يعجبني بطاطا مقلية، سويها البطاطا أقليها على الهواء. أكو هذا الاير فراير، ممكن أحط لكم صورة أكيد موجود مليان يعني بأي مكان، الاير فراير أو تقدر تحطها بالأوفن
وتقدر تبخ عليها شوية من هذه الدهون البخاخة حتى ينطيلها لون، ينطيلها لمعة، ينطيلها شوية قرمشة، راح تكون مشابهة إلى الفرنش فرايز المقلية، وراح تكون سعرات الحرارية تقريبا نص. سادسا البيتزا. البيتزا طعمها كلش طيب بس بيها هواية زبد وبيها هواية دهون والصلصات والجبن. سعرات الحرارية البيتزا حجم ميديم، حجم وسط، تقريبا 1800 سعرة حرارية، وهي مثل 4-5 سلايسز يعني قطع، تقدر تاكلها خلال 10 دقائق 15 دقيقة، هاي 1800 سعرة حرارية. فتخيل اكلت بيتزا وبعدين شربت بيبسي مثلا، اكلت فرنش فرايز، هاي خلال يوم تاكل تقريبا 3000 سعرة حرارية وانت ما حاس على نفسك. إذا تشوفون على السعرات الحرارية شقد سهولة إنه واحد يجمعها خلال يوم. سابعاً، هذه هي الأكل المفضلة عندي، أكلها كل يوم الصباح، البينات بارر، زبدة الفستق. البينات بارر مفيدة للصحة، مفيدة إلك، بس المشكلة وين؟ إنه البينات بارر لما يصنعوها راح يضيفون بيها شوية سكريات، راح تكون سعرات حرارية أعلى، وهم البينات بارر من السهل إنه واحد يأكلها، يعني أقدر أكمش العلبة واخذ ملعقة واكل بينات بارر اخلص نص العلبة، هاي ممكن راح تكون تقريبا 1000 سعرة او اكثر سعرات حرارية، بينما اذا تاكل فستق ما تقدر تاكل هالقد من السعرات الحرارية من الفستق. ثامنا واخر شيء هو الشيبس. الشيبس خطير جدا خاصة اذا انت شنت تشاهد فيلم، انه خلال ما تشاهد فيلم راح تاكل شيبس ولا شيبس، وما شاء الله هسه اكياس الشيبس كبيرة كلها، فهذا الكيس الشيبس كله يمكن يطلع 1000 سعرة حرارية بعد الفيلم ما بدأ، إذا تفرج الإعلانات ومخلص أنت الشيبس وبعدين تروح تفتح لك كيس ثاني. إذا تريد فشي بديل تقدر تأكل الفشار، الشامية إحنا نسميها، تقدر تأكل الفشار بس مو مقلية بالدهن هواية. الفشار همينة على الهواء، أسويها على الهواء، أكو air popper همينة راح أشوفكم صورة، يسوي هذا الفشار على الهواء، يحمي الهواء وتقوم يطقطق الفشار. سعرات الحرارية راح تكون تقريبا نص عدد السعرات الحرارية بالشيبس. بس مثل ما أقول بكل فيديو، إذا تريد تنزل وزنك لازم تنتبه على سعراتك الحرارية بصورة عامة. حتى لو تقطع كل هاي الأكلات اللي قلت لك إياها بالفيديو، إذا سعراتك الحرارية راح تكون عالية خلال يوم أكثر من سعرات المحروقة، وزنك ما راح ينزل، وتقدر تاكل كل هاي الأكلات اللي قلت لك عليها. أنا أكل كل هاي الأكلات اللي قلتها بالفيديو بس باعتدال، فما أقوم أفرط بالكوكيز، أفرط بالشيبس، أفرط بفلان شي وفلان شي، بس أسويها باعتدال حتى أحافظ على وزني وأقدر أتونس بكل الأكل. فأتمنى هذا الفيديو فاتكم، شكرا لمتابعتكم للفيديو وأشوفكم الحلقة الجاية.